طب سيادة اللواء مدحت، يعني هل دلوقتي أصبحت بموجب هذا القرار رقم 1980 سنة 2018 بتاع وزير الداخلية، هل أصبحت رخصة تجديد السيارة مرهونة بالشريحة دي أو الملصق ده؟ طبعا من الصلاحية الفنية للمركبة. أنا بس عايز أوضح معالي السيد وزير الداخلية، طبعا أصدر هذا القرار تعديلا لأحكام القرار الوزاري رقم 2008. يعني هي موجودة من الأول، احنا كنا بنقول وكان طموحنا موجود أو طموح وزارة الداخلية كان موجود نحن بنطور أداء العمل، وقلنا في النص المادة كده إذا كان الملصق إلكترونيا هيبقى الوضع كذا كذا. السيد وزير الداخلية بس أضاف عليه كمان حاجة كويسة، طبعا مع اجتماعات مع هيئات مستقلة في هذا الأمر، بأن يضاف ليه رقم تليفون مالك المركبة ولو عنده إيميل كمان عشان يبقى فيه ممكن التواصل معه أكتر، كل ده من التطوير. لكن في بعض الناس هتتساءل، طيب احنا عرفنا ان ممكن في الاكمنه ان خلاص هيسهل الامر وبدل ما الضابط يوقف، وكمان عربيتك لما تتسرق يعني هو مصمم على اساس ان هناك في غرف عمليات هتبقى موجوده او موجوده حاليا طبعا يعني، وان مجرد السياره ما يبلغ بتم سرقتها، بلا ما كنا بنختر النجده والشاسيه والموتور، لا احنا فورا عن طريق فلاج معين بنعمل في غرفه العمليات، مجرد السياره ما بتعدي على الريق اي قارئ من القارئ موجوده بتسجل على طول. ستك هتقول لي طب هو شال الملصق مثلا، وفي ناس بتقول لنا كده شال الملصق المروري ده، القوارئ دي موجوده، مجرد ما اي مركبه هتعدي عليها ما فيهاش الملصق تبتدي تعمل برضه فلاج للضابط اللي موجود اللي معاه اللابتوب بتاعه، بتقول له العربيه دي ما فيهاش شال الملصق المروري. مش بس كده، بتعمل كابتشر للصوره، بتعمل التقاط للصوره عشان توضح له انه سياره بالضبط المطلوبه. سيستم محترم جدا ومتكلف، ويعني خد جهد ووقت كثير. ايضا بنستطيع ان احنا طبعا ان شاء الله، طبعا سيادتك تعلم ان في تنسيق مع القوات المسلحه مع وزاره الداخليه في موضوع الاي تي اس اللي هو الانتليجنت ترافيك سيستم او اداره حركة المرور الذكيه، لان مش معقول طبعا الناس متصوره ان مثلا سياده الرئيس هيعمل كل الطرق اللي موجوده دي كلها من غير ما تنعمل على اعلى مستوى، لا ده معمول يعني اعلى مستوى، لدرجه ان في تنسيق عالي جدا النهارده بنعمل اداره حركة المرور الذكيه على هذه الطرق الجديده كلها بالتنسيق طبعا مع القوات المسلحه. فطبعا ده هيفيد فيه. طيب برضو كنت عايز اقول لسه نقطه، فكانت تنظيم حركه المرور هيبقى من خلال الار اف اي دي. ممكن طلعنا مأموريه كان وقت السيد وزير الداخليه محمد ابراهيم موجود لبعض الولايات المتحده، منها ولايه نيويورك يعني، ولقينا ان هو بيستخدم الار اف اي دي ده رغم ان هو مش موجود في القانون عندهم، لكن سيادتك تعلم اللي يخش نيويورك لازم بيبقى بيدفع تيكت معين، فهم عاملين ار اف اي دي بحيث ثمنه رخيص شويه بحيث ينحط موجود على السيارات، من خلاله بيبتدي يعمل كاونت لاعداد المركبات اللي داخله، يعمل عد لعدد المركبات، وفي قوارئ موجوده على الاشارات، وبعد ما بيعدي الاشاره بيبتدي السوفت وير يتعامل باعداد المركبات ويفتح ويقفل الاشاره. فده من ضمن الحاجات اللي هتنعمل فيه، حاجات ممتازه جدا في هذا الامر يعني.